راك بخير؟ السلام عليكم. زين. إن نسينا ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أيها الحضور الكريم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. غادي تسأل دابا، ماشي عشية ولا غدا، غادي تسأل دابا، غادي يدوز واحد الامتحان دابا. سأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته بالقول الثابت. آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من الناجحين. آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم روحه الطاهرة. آمين. وأن يتغمده برحمته الواسعة. آمين. وأن يسكنه فسيح جنانه. آمين. وأن يرزق لعائلته الصبر والسلوان. آمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. آمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. آمين. اللهم اغفر له وارحمه. آمين. عافيه واعف عنه. آمين. وأكرم نزله. آمين. ووسع مدخله. آمين. واغسله بالماء والثلج والبراد. آمين. وانقه من الذنوب والخطايا. آمين. كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. آمين. اللهم أبدله دارا خيرا من داره. آمين. وأهلا خيرا من أهله. آمين. وعافيه من فتة القبر وعذابه. اللهم إن كان محسن فزيد في حسناته. آمين. وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. آمين. اللهم لا تحرمنا أجره. آمين. ولا تفتنا بعده. آمين. وفر لنا ولا. آمين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين. العائلة ديالو جميع الأسرة اللهم أجرهم في مصيبتهم. آمين. اللهم أجرهم في مصيبتهم. آمين. وخلف لهم خير منها. آمين. اللهم حسن عزاءهم. آمين. اللهم حسن عزاءهم. آمين. اللهم ارحمنا جميعا. آمين. آمين. اللي حضروا اللي خدموا جراو الله يثبت أجورهم. اللهم اجعلنا من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة
وأتبعها حتى تدفن فله قيراطان من الأجر. اللهم اجعلنا من هؤلاء.